طيب ننتقل كمان إلى محافظة مطروح، ومن أمام إحدى اللجان إحنا معانا على الهاتف زميلي محمد صابر. وصباح الورد عليك يا محمد، ووصف لنا الأجواء عندك. صباح الفل على زميلتي مها من محافظة مطروح، محافظة السحر والجمال. فتحت اللجان أبوابها اليوم الثاني في الانتخابات مجلس النواب 2020 في تمام الساعة 9 صباحا. هنقول ملخص عن اليوم الأول. اليوم الأول شهد تصدر كالعادة المرأة المصرية، خاصة البدوية وخاصة السيوية، في أقصى الجنوب وفي شمال مصر. المرأة البدوية أمس كانت بتتصدر المشهد، خاصة بعد وجود مرشحين اثنين سيدات في القائمة. فعلا هذا المشهد امبارح كان بتصدر جميع المشاهد في محافظة مطروح. أمس تزايد الأعداد أمام اللجان وأمام صناديق الاقتراع نسبيا، بداية مع بعد الساعة 12 كانت الانتخابات امبارح تسير في سهولة ويسر، وكان في جولة للسيدة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للمرور للاطمئنان على سير العملية الانتخابية. امبارح تفقد عدد من اللجان في مدينة مرسى مطروح، وتفقد عدد من اللجان في مدينة العلمين. تفقد أمس أيضا السيدة اللواء عماد كدواني مدير أمن مطروح للاطمئنان على تأمين الانتخابات. أكد امبارح السيد اللواء محافظ مطروح على الإجراءات الاحترازية وتطهير اللجان الانتخابية وتوزيع الكمامات على الناخبين. محافظة مطروح فتحت النهاردة أبوابها في 165 لجنة فرعية، 139 مركز انتخابي. محافظة مطروح لديها مقعدين في الفردي في دائرتين، الدائرة الأولى مقرها مدينة مرسى مطروح، والدائرة الثانية مقرها مدينة الحمام، وأربع مرشحين في القائمة الوطنية. محافظة مطروح عدد الناخبين بها 301 ألف ناخب. امبارح عايز أقول لك يا زميلتي، امبارح كان المشهد فعلا محافظة مطروح هي محافظة حدودية، لكن دايما بتضرب أروع الأمثلة في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية في جميع المناسبات اللي مصر دايما بتنادي فيها أبنائها. فعلا كانت مرسى مطروح امبارح ومدن المحافظة السبعة في تصدر هذا المشهد. كان امبارح فعلا العملية مشت بسلام طبقا للجنة غرفة عمليات الانتخابات مجلس النواب 2020، وهذا ما لدينا في محافظة مطروح. جميل في معنا. بشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد صابر من أمام إحدى اللجان بمحافظة مطروح.